بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، وحلقة جديدة على قناتكم قناة يلا زراعة للزراعة المنزلية. موضوع حلقة اليوم عن نبات تسميه منظمة الإيكاردا أو المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الصحراوية بالذهب الأخضر. هل تعرفون ما هو؟ إنه نبات الصبار المثمر أو التين الشوكي كما يسمى في مصر. مبدئيا لنتفق جميعا على أنه هناك مشكلة كبيرة يعاني منها العالم ككل حاليا، وستؤثر في المستقبل أيضا والعلم عند الله، وهي مشكلة التغيير المناخي الذي تأثرت به معظم دول العالم، وبالأخص الدول الأفريقية والأسيوية التي أصبحت تعاني حالات من الجفاف والتصحر، وهذا أثر على الكثير من المحاصيل وتأثرت زراعتها بشدة بسبب هذا الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة جدا والتربة الفقيرة في العناصر الغذائية. ونبات الصبار كونه نبات عصاري فهو متحمل للجفاف، وتجود زراعته في المناطق الجافة وشبه الجافة، ويحتاج إلى الماء بكميات قليلة في السنة كلها، حيث لا يحتاج إلى أكثر من 250 إلى 350 متر مكعب من الماء لكل 1000 متر مربع من الأرض في طوال السنة، أي بمعدل ربع متر مكعب من الماء إلى المتر المربع تقريبا طوال السنة. واحتياجاته السمادية أيضا قليلة جدا. وبالإضافة لأهمية الصبار في الصناعات الدوائية والغذائية والتصدير، فهو يستخدم أيضا لحماية الأراضي من التصحر والجفاف والانجراف، لأن زراعته تعمل على تثبيت الكثبان الرملية، وبالتالي يقلل من زحفها، وبالتالي يقلل من التصحر. وعند زراعته على مساحات واسعة طبعا سوف يقلل من نسبة ثاني أكسيد الكربون، ويزيد من نسبة الأكسجين في الهواء الجوي، ويعمل على تعديل المناخ، وهذا سيساهم في حل الكثير من المشاكل البيئية. وزراعة الصبار حاليا تكتسب اهتمام متزايد على مستوى العالم، لأنه يتحمل المناخ القاسي ويستطيع النمو في الأراضي القاحلة، لا يمكن لغيره من النباتات النمو فيها. وقد تم استخدامه في استصلاح الأراضي في الكثير من الدول مثل أثيوبيا والمكسيك التي تعتبر منشأ هذا المحصول وأكبر دول العالم إنتاجا واستهلاكا له. وهناك بعض الدول الأخرى التي تزيد في زراعته واستخدامه مثل المغرب وجنوب أفريقيا وكينيا والهند وباكستان. وقد تم التعاون مؤخرا بين المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الصحراوية الإيكاردا، وبين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وتم إنشاء الشبكة الدولية لمجموعة العمل المخصصة بنباتات الصبار من أجل تعزيز وزيادة زراعته. وبالإضافة لقدرة هذا النبات على التحمل، فهو يمكن استخدامه لأغراض كثيرة، حيث وجد أنه يمكن إنتاج وقود حيوي منه، يتميز بأنه موفر ورخيص الثمن ونظيف وآمن للبيئة، وقد تم عمل ذلك في المكسيك. بالإضافة إلى استخدامه كأعلاف للماشية التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث يغنيها عن الماء أيضا كما في البرازيل، وكما يستخرج منه العديد من مستحضرات التجميل، وهذا ما جعله من المحاصيل التصديرية التي تقوم عليها صناعات كثيرة. وحاليا يتم إجراء الأبحاث عليه في المجال الطبي أيضا. كما أن الصبار المثمر أو التين الشوكي يعتبر نبات محبب للمهتمين بالزراعة المنزلية، وخاصة المبتدئين، لكونه من أسهل النباتات التي يمكن زراعتها وأقلها في المتطلبات والرعاية، فإن نسينا ريه مرة أو مرتين فلن يموت، ولو نسينا تسميده كذلك فلن يموت.
كما أنه قليلا ما يتطلق ما يصاب بالأمراض إلا إذا تم إغراقه بالماء. وسنتناول في حلقة اليوم احتياجات هذا النبات الصحراوي لزراعته بغرض الحصول على ثماره، وهذا ما يهمنا كمحبين للزراعة المنزلية. وسنتحدث أيضا عن فوائده للإنسان بعد أن عرفنا فوائده للبيئة. تحتاج زراعة التين الشوكي إلى تربة خفيفة جيدة التهوية وذات صرف جيد على ألا تزيد نسبة الطمي فيها عن 20%، ويكون الرمل هو المكون الرئيسي لها، كما يفضل أن تحتوي على نسبة من الكالسيوم والبوتاسيوم، وأن تحتوي التربة على نسبة معقولة نوعا ما من الرطوبة، وكل ذلك يساعد في الحصول على إنتاج جيد للثمار. وتتحمل أشجار التين الشوكي اختلافات الطقس، سواء كان صيف حار مع ري مناسب أو شتاء بارد أو دافئ أو متوسط الحرارة، لذلك فهو يعتبر نبات مناسب جدا للزراعة على الأسطح. ويفضل أن تتم زراعة التين الشوكي في شهر 3 في بداية الربيع، وذلك لتوافر الرطوبة اللازمة لنجاح زراعته في التربة، كما يمكن زراعته في شهر 9 أيضا في بداية الخريف. وعند زراعة التين الشوكي في الأرض يتم حفر الجوار بأبعاد من 3 إلى 4 متر بين النباتات وبعضها وبين الصفوف وبعضها أيضا، وذلك لتوفير الضوء والتهوية اللازمين لنمو النبات بشكل جيد وللحصول على إنتاج جيد من الثمار. ويمكن إكثار نبات التين الشوكي بالبذور المأخوذة من ثماره، إلا أن هذه الطريقة تحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى 5 إلى 7 سنوات حتى تثمر الشجرة، كما أنه من المحتمل أن تكون الثمار الناتجة من الأشجار المنتجة بالبذور غير مشابهة لمواصفات الثمرة التي تم أخذ البذور منها، ويكون من الأسهل والأسرع والأفضل والأضمن إكثاره خضريا، وهذا يتم بإحدى الطريقتين، أما باستخدام لوح أو كف واحد في الجورة، بحيث يوضع ثلث اللوح تقريبا بالحفرة ويترك باقي اللوح فوق سطح التربة، ثم تتفتح البراعم فوق سطح الأرض عن ألواح أو كفوف جديدة. ومن أهم مزايا هذه الطريقة أنها توفر في عدد الألواح المستخدمة في الزراعة، لكنه من عيوبها أنها تتأخر نوعا ما في الإثمار، حيث يكون ذلك بعد حوالي 3 إلى 4 سنوات من زراعة النبات. والطريقة الأخرى للزراعة هي بالكتوف، حيث يتم فيها استخدام عدد من الألواح المتصلة أو ما يسمى بالكتف، حيث يتم دفن اللوح السفلي الذي تتركب عليه باقي الألواح بالكامل تحت التربة. ومن مزايا هذه الطريقة الإثمار المبكر، حيث يبدأ إثمار النبات في العام التالي أو الثالث للزراعة. ومن عيوب تلك الطريقة أنه من الصعب الحصول على هذه الكفوف المطلوبة للزراعة بوفرة، وطبعا في كلتا الحالتين يجب ترك الألواح بعد قصها لمدة من 2 إلى 5 أيام قبل زراعتها حتى يتم جفاف مكان القطع. وعند زراعة التين الشوكي في أرض الحديقة يجب أن يتم أولا إزالة الحشائش الموجودة في التربة حتى لا تشارك النبات في الماء والغذاء، حيث أن جذور النباتات في السنتين الأولتين من عمرها تكون قريبة من سطح التربة، ويتم إزالة الحشائش مرتين في العام على الأقل، مرة في نهاية الشتاء للتخلص من الحشائش الحولية الشتوية وقبل إضافة السماد العضوي في بداية الربيع، ويتم إزالة الحشائش مرة أخرى في شهر 8 إلى 9 للتخلص من الحشائش الحولية الصيفية. وعند استخدام الآلات لإزالة الحشائش يجب الحرص في ذلك، لأنه كما ذكرنا تكون جذور النبات سطحية. ويتم تسميد التين الشوكي عند زراعته في الأرض في شهري يناير وفبراير قبل بداية فترة النمو التي تبدأ في مارس،
ويكون ذلك بإضافة كمية من السماد العضوي وسماد السوبر فوسفات وسماد سلفات البوتاسيوم، وتتناسب هذه الكميات مع عمر الشجرة وحجمها، ويتم إضافة دفعة أخرى بسيطة من سلفات البوتاسيوم وسلفات النشادر بعد شهرين عند بداية تفتح الأزهار، وذلك لتزويد الثمار باحتياجاتها الغذائية في هذه الفترة. ورغم أن التين الشوكي من النباتات الصحراوية التي تحتاج للري بكميات قليلة جدا، إلا أنه من المهم عند زراعة هذا النبات بهدف الحصول على ثماره وحتى ينمو النبات وينتج بشكل جيد، يجب أن نهتم بعملية الري في الربيع والصيف، ولكن يجب عدم الإسراف في الري حتى تسهل التهوية حول الجذور للحفاظ عليها من الاختناق. وتتفاوت كميات مياه الري اللازمة للنباتات على حسب عمرها ونوع التربة والظروف المناخية المحيطة بها من رطوبة جوية ودرجة حرارة وسرعة رياح إلى آخره. ويجب الالتزام بمواعيد الري في فترة النمو للمساعدة على تفتح البراعم، وتتم الري الأولى بغزارة بعد إضافة الأسمدة، ويتم بعدها الري بكميات ماء قليلة، ثم تزداد تدريجيا مع بداية تكون الثمار على الشجرة وحتى جني الثمار خلال فترة الصيف، ثم تروى بعد ذلك ري غزيرة بعد جني الثمار، وذلك حتى يسهل خروج البراعم الزهرية الجديدة. ويتوقف الري خلال فصل الشتاء عدا ري خفيفة كل شهر في حالة عدم سقوط الأمطار. ولنجاح عملية زراعة التين الشوكي يجب مراعاة أن يتم التقليم بعد انتهاء موسم الحصاد في شهري 9 و10، ويكون التقليم بخف بعض الألواح وفتح قلب الأشجار لتجديد نمو البراعم الحديثة، كما يجب خف الثمار بعد ظهورها إلى ما لا يزيد عن 8 ثمار على الكف الواحد أو اللوح الواحد للحصول على ثمار جيدة من حيث الوزن والحجم. وموعد خف الثمار المناسب يكون بعد عقد الأزهار، ويتم تلقيح الأزهار بواسطة الحشرات مثل النحل والفراشات، وتستمر الأشجار في إنتاج الثمار لفترة طويلة تمتد إلى أكثر من 20 عاما. تصل الثمار إلى مرحلة النضج بعد حوالي من 2 إلى 4 أشهر من الإزهار، ويتم جني الثمار عند ظهور علامات النضج عليها، حيث يتغير لونها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر، وعندها تكون الثمار جاهزة للجمع، فهي من أهم علامات النضج. وعندما تصبح الأشواك على الثمار أقل حدة وتتساقط معظمها عن الثمار، وعند الضغط على الثمرة بلطف، فإذا ظهرت علامة الإصبع على الثمار بذلك تكون قد وصلت لمرحلة النضج. وأيضا عندما يتحول تجويف الثمرة من الأعلى إلى التسطح، فهذا يعني أنها قد نضجت. وهكذا تعرفنا معا على التين الشوكي أو الصبار المثمر، هذه الفاكهة الشعبية ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة والتي لها أيضا العديد من الفوائد. وبعد أن تعرفنا معا على أهمية نبات التين الشوكي وكيفية زراعته وطريقة العناية به، لنتعرف الآن معا على فوائد التين الشوكي الصحية للإنسان، إذ يعمل على تنظيم مستويات سكر الدم، إذ أنه قد يكون للتين الشوكي تأثير إيجابي على مستويات سكر الدم، إذ وجد أن تناول ثمار التين الشوكي قد تساعد على خفض مستويات سكر الدم بمعدلات تتراوح بين 17 إلى 48%، كما أن تناوله بانتظام يؤدي إلى خفض فرص الإصابة بمرض السكري، كما أن تناوله يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتواء ثمار التين الشوكي على كمية عالية نسبيا من الألياف ومضادات الأكسدة المختلفة. فإن تناول التين الشوكي بانتظام قد يعود بفوائد عديدة على الجهاز الهضمي، إذ قد يساعد على
تنظيف القولون وتحسين صحته والوقاية من الإمساك وتنظيم عمليات الهضم والإخراج وخفض فرص الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون وقرحة المعدة، كما يساعد تناوله على تحسين صحة القلب والشرايين، وذلك بسبب غناه بالبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى الهامة. كما أن من فوائد التين الشوكي عند تناوله بانتظام أنه يساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، إذ قد تساعد العناصر الموجودة به على خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم سواء الوراثي أو المكتسب، وخفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من حدة الأعراض المرافقة لبعض أمراض القلب. ويعد ضغط الدم المرتفع والكوليسترول المرتفع من العوامل التي قد ترفع من فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل تصلب الشرايين. ومن فوائد التين الشوكي أيضا المساعدة على تقوية مناعة الجسم، ويرجع ذلك لاحتواء التين الشوكي على كميات عالية نسبيا من فيتامين جيم وفيتامين هاء، بالإضافة لمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد على تخليص الجسم من السموم وتحسين عمليات الأيض والوقاية من تأثير الشوارد الحرة وتحفيز إنتاج كريات الدم البيضاء. كما أن تناول هذه الثمار بانتظام يساعد على تقوية العظام والأسنان، إذ تعد ثمار التين الشوكي ثمارا مضادة للالتهابات والعدوى بطبيعتها، إذ تحتوي على مركبات كيميائية تساعد على الوقاية من الالتهابات التي قد تصيب العضلات أو العظام نتيجة الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل أو نتيجة ممارسة الرياضة العنيفة. لذا ونظرا لأن مرض هشاشة العظام هو مرض التهابي بطبعه، فإن تناول التين الشوكي قد يساعد على الوقاية منه أو خفض فرص الإصابة به. كما يحتوي التين الشوكي على كمية عالية نسبيا من الكالسيوم، لذا فإن تناوله بانتظام قد يساعد على تقوية العظام والأسنان. ولا تقتصر فوائد التين الشوكي على ما ذكرناه فحسب، بل قد تتمثل في العديد من الفوائد المختلفة الأخرى مثل المساعدة في خسارة الوزن الزائد وخفض فرص إصابة الكبد بالأمراض وتقليل عدد نوبات الشقيقة وخفض فرص الإصابة بالسرطان والوقاية من نمو وانتشار الخلايا السرطانية لدى الأشخاص المصابين بالمرض وتخفيف حدة الأعراض المرافقة للمتلازمة السابقة للحيض عند السيدات والوقاية من بعض مشكلات البشرة مثل التصبغات والهالات السوداء وعلامات تقدم السن والوقاية من تساقط الشعر أيضا. وبعد التعرف على فوائد التين الشوكي ننوه أنه قد يتسبب تناول التين الشوكي بإفراط ببعض الأضرار مثل هبوط حاد في مستويات سكر الدم، خصوصا عند مرضى السكري الذين يتناولون أدوية تسبب لهم في خفض مستوى سكر الدم، فعند الإكثار من تناوله قد يسبب بعض الأضرار الهضمية أيضا مثل الإسهال أو الغثيان أو نفخة وغازات. وبهذا متابعينا الكرام نكون قد تناولنا كل ما يتعلق بفوائد نبات الصبار المثمر أو نبات التين الشوكي للبيئة، وتعرفنا على طريقة زراعته ورعايته، وتعرفنا على فوائده الصحية للإنسان وكذلك أضراره. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم، ولا تنسوا الضغط على زر أعجبني لتشجيعنا على الاستمرار والعطاء وانتشار القناة على منصة اليوتيوب. وفي حالة وجود أي استفسارات يمكنكم كتابتها في خانة التعليقات وسيتم الرد عليها في أقرب فرصة إن شاء الله. ونتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم.